ما الأمر الآن؟ ألا تحبين البرد؟ لن نبقى في الداخل اليوم، فأنا وأنت لدينا طقوس لنفعلها. خذي، ارتدي هذا، إنها تخص ابنتي. جيد. اليوم سأذكر اسمك يا فتاة، ولكن هل سترده الملهمة؟ الأم عادة هي من تعلن. لو كان لديك أم، سيحضر جميع سكان القرية وستؤدي الحكيمات الطقوس، ولكن إننا منبوذون حتى لو نحافظ على شعائر القبيلة، وإلا سنصبح مثل القدامى عديم الثقة الذين تخلوا عن الملهمة، ولكن الذي دمرهم شرهم، وأصبحنا نستمتع بعظمة الكون، وحوش الجو والماء والأرض والحديد. فرق كبير بين صيد الوحوش وبين صيد الحدود. علينا التواضع واحترام طاقتها. سأعلمك هذا يوما ما. جدة الزعيمة تيرسا، ماذا تفعل هنا؟ هل تعني تحريم الطقوس؟ لا لا لا، على ركبتيك، لقد حان الوقت. ونعم، يمكنك الحديث إلي. أتيت لمباركة التسمية؟ ألم تمر 6 أشهر منذ أن عهدنا بها إليك؟ لكننا منبوذون. أنت باختيارك وهي. حسناً، أنا زعيمة يا روست، سأبارك من أختار. إذن شرفينا روست. هيا الآن اذهب واستعد للإعلان. هيا. الأم العظيمة تحتاج تلك الطفلة إلى اسم للتعريف بها. آمل أن يغمرها حبك كما تغمر الشمس الأرض بالدفء. فلتنطق اسمها. إيلوي. ولذا اسمها مبارك. أوقفوا هذا في الحال. ماذا فعلت؟ قمت بمباركة اسم طفلة. عنيدة، تطلقين على تلك اللعنة طفلة. إما أخبرتك عن مولدها أيتها المنبوذة؟ أجيبي. نفذت ما طلبته فحسب. تربيتها أجل، لم نقل شيئا عن الحب. يكفي. وأنت تباركين وكأنها واحدة من النور. أعرف واجبي تجاههم وتجاهك. أنا هنا، وحيثما ذهبت سأتبعك.
مرحبا شباب، شوكم شخباركم وياكم سامونيسكي، رجعت لكم بتختيم جديد والحلقة الأولى من تختيم اللعبة الأسطورية Horizon Zero Dawn. خلونا نبدأ يا شباب. أوكي، بعد 6 سنوات. إيلوي توت، هذا يجمعون توت. أوه، حلوة. الكثير من الحبات. يا لك من جامع يا باست الصغير، والآن اذهب وابحث عن. طبعا الموسيقى كلش عالية، خلي نطبع على الإعدادات، الصوت، الموسيقى ننزلها شوية، خليها 60%، الكلام 100، مؤثرات الصوتية لازم 100، عرض الترجمات تشغيل، أو خلنا نأخذ عرض الترجمات لأن هي already اللغة العربية. لا اوكي ارجع مزيد. احسنت فتى طيب. لمت توت على مود تودي الهاي. يا اولاد تعالوا معي. حقيرة، إنها منبوذة يجب تجنبها. واو، هيك شوف تعابير وجهها. أوه هيا خطية. غضب غضبك. ما تكسرت على هاي الوقعة؟ طبعا جدا صعب شخص ما عنده أم وشوف الأطفال اللي مثل عندهم أمهات يداروهم ويشوفونهم ويحكمون. روست بالأسفل. روست روست لن يصنعني. نوع من الكهف. هدية من الماضي، خلينا نشوف الهدية من الماضي. اوه ماي جاد، خفافيش. يبدو ضيقا لكن استطيع العبور. هذه أنقاض عصر الحديد، أحد الأماكن القديمة. طبعاً على أساس الأرض كانت مزدهرة وتكنولوجيا وروبوتات وبعدين. أمرني روست ألا أدخل أماكنك هذه. سأعثر على مخرج. وبعدين صارت يعني فد كارثة وانتهى هذا التكنولوجيا والحداثة كلها انتهت ورجعوا قاموا يعيشون كقبائل بدائية. هسه إيلوي وقعت بهذا البير او خلينا نقول كهف. وهذا الكهف اعتقد يعود في الامام، يعود للاجيال السابقه اللي كانت تعيش بحداثه. ما هذا؟ شخص، يوجد شيء لامون هناك. تحقق من الجهاز الغريب. اخترعت. هذا الجهاز شغلته شلون شغلة دراغون بول اللي يقيس الطاقة ونقاط الضعف وهي شغلات يعني يسهل عليك المهام. أضواء
في كل مكان. كيف يفعل هذا؟ قلت لك حدد المصلات بالضغط على R3. اوكي هيك. هذا شلون نسوي سكن؟ خلينا نروح لهنا. باب المعدنية مغلق. التحكم ما متعود عليه بعد. هل الأداة أن تساعد؟ وين هالأداة؟ كيف أفتحه؟ المزيد من الأضواء. شكل متصل بالباب بطريقة ما. أوكي هنا. هاي شنو؟ خلي نروح لهاي حتى نفتح الباب. شي يقول لك عدر قفل هولوغرافي عكس اتجاه عقارب الساعة. عدر نفس الشي بس خلي ندوز دائرة مرة ثانية. دائرة اوكي انفتح. هسه نرجع للباب. تغير لون الباب. اوكي نفتح الباب. طبعا هاي الفوق خريطة او مثل ما نقول بوصلة. بس ذن المربعات شنو؟ شلون هاي تسويها؟ اضغط مثلث لتشغيل نقطة البيانات الصوتية. رسالة عاجلة من مجلس الساحل الأعلى. تشفير بلاك كوارتز. حولتها لشبكتك للعرض. اوكي هاي رسائل من الماضي مثل ما نقول. ما نقدر نطبل هذيك. لازم نطبلها من هنا. او هسه خلينا نكمل القصة. احنا نضل ندور. خلينا ننزل منها. والدك بالتأكيد يحب بنيه الكبير. اسمع، لن أكون معك أنت وماما، لكن ما زلنا سنحتفل صحيح؟ بالطبع سنفعل. أريني أريني ثانية. يمكنني لو خلفك مباشرة. مرحبا مرحبا. ميلاد سعيد يا آيزك. والدك بالتأكيد يحب بنيه الكبير. اسمع، لن أكون معك أنت وماما، لكن ما زلنا سنحتفل صحيح؟ بالطبع سنفعل. عيد ميلاد سعيد يا آيزك. والدك يحبك جدا بالتأكيد. في هاي رسالة دازها لابنه بيوم عيد ميلاده. لأن هو ما كان وياه. خلينا نكمل. بالنسبة لي أنا ما راح الشغلات الجانبية. بس هي الشغلات الجانبية دائما تصير بيها تسجيلات وهي عن الماضي. وهي اللعبة يعني معتمدة على الماضي. ماذا مات هنا؟ هي تريد تعرف ماضيها. ماذا حدث له؟ خلينا نشوف هذا. تسجيل صوت. قريبا ستنصهر الأرض مثل الثلج ولن تشرق الشمس، لكن الرب الذي دعاني إلى هنا سيكون معي إلى الأبد. هاي تصلي تغني شنو دعوتها؟
وربما هذا كل ما أحتاج. عندما انفتح الباب ورأيتك هناك بذلك الرداء النسيجي وابتسامتك على وجهك، كان يجب أن أنظر بعيدا، وإلا كان ليظهر على وجهي ما كنت أشعر به في أعماقي. حدث الأمر بسرعة، لكن عرفت أننا سنكون كذلك إلى الأبد. هذه رسالة حب جازتها الحبيبة. وادعوا لنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة ديننا، أعني موتنا. المعذرة، مرت فترة وهذه الأدوية التي حصلنا عليها من جانا قوية حقا. إذن حسنا، من البداية يا أطفال، هيا فلنبدأ. هذا هلوس. هنشوف هذا. وماتشو بيتشو، دائما ما أردت رؤية هذا، لم أره قط. لماذا لم أذهب مع أوين عندما طلب؟ يا لغبائي، كان يجب أن أذهب. حسنا خالة، من قال لك لا ترحين؟ لو رايحة ما ساويك، ما مت هنا أنا يا خالة. تسجيل هذا ليش ميسر؟ بحقك، تسجيل الأفكار للأجيال القادمة؟ فكرة رائعة أيها المدير إيفانز، وكأني لم أقم بما يكفي للأجيال القادمة بالفعل؟ ما كنت لأوجد هنا هكذا لولا الأجيال القادمة؟ اكتفيت من الأجيال القادمة، لا تهمني. هذا قاب على الأجيال القادمة. اوكي خلنا نطلع هسه. جرس عثر علي، وجدني روس. المجد للأم العظيمة، تعالي خذي بيدي، لا تنتمين إلى هناك، تعالي. تلك الأماكن محرمة يا إيلوي. لقد سقط، إنها من عصر الحديد. ما الذي على وجهك؟ لا شيء. أوجدته بالأسفل؟ ليه؟ أعطيني إياه. ليه؟ إيلوي، مثل تلك الأشياء خطرة. ليه؟ قبت إيلوي. كنت ستتسللين من المنزل، فعليك تعلم النجاة في البرية. هيا إيلوي إلى المنزل، بدءا من الغد ستتعلمين الصيد. أوكي راح يعلمها الصيد. امسكي قوسك. بو قوس كفى همزة لتلك اللعبة. سننزل الى الوادي الان، اتبعيني. اوكي قد تكون البرية خطيرة يا إيلوي، يجب أن تبقي قريبة وتنفذي ما أقوله. أعرف. والآن ما زلت مجروحة بسبب سقوطك أمس، فلنبدأ من هنا. خذي حقيبة الإسعاف وسأريك كيف تملئينها. أترين هذا النبات؟ اسمه سالباش. اجمعي حبته في حقيبتك. هذا دواء. جيد، والآن كل الحبات. نعم. نعم. نعم.
قد يكون مذاقها مريئا، ولكنها قد تنقذ حياتك. املئي حقيبتك دائما بالحبة الطبية والزهور والنباتات. خلينا نصير أفهمنا وناخذ منك. أين نحن؟ هذا الوادي جزء من منطقة بوتقة الأم العظيمة. البوتقة؟ قبيلة نورا ترعى هذه الأرض وتبعد أخطر الروبوتات عادة. على امتداد النهر سنجد قطيعا من الروبوتات وسأعلمك طريقة الصيد. هل هي خطرة؟ كل الروبوتات خطرة يا إيلوي، يجب احترام قوتها. سأكون إلى جوارك. إيلوي، روبوت قادم، انبطحي واتبعيني إلى العشب الطويل. أوكي، تسلم. هناك، ابقي منبطحة. صغار. كلا إيلوي، هذه الروبوتات تسمى المراقبون. تعلمي أن تتجنبي مجالها إن كنت تريدين النجاة في البرية. سأريكي، أنصتي وفعلي كما أفعل. لا تتحركي، انتظري حتى يمر. ابقي منبطحة وادعيني عبر الأثر إلى ذلك العشب الطويل. أوكي، دول المراقبون شغلتهم داتشة يعني. أوه، واحد آخر، دعيه يمر. هيا ارجعي من هنا. كلما تحركت ببطء لن تثيري جلبه، والمشي المنحني أهدأ من العادي. أوكي، انتظري. هذا آخر واحد، فلنتحرك. خلنا نتحرك ورا الروس. أبليك حسنا، لم يروك أو يسمعوك. ابقي قريبة، يفترض أن القطيعة في الأمام. رمز التخفي، هذا الفوق رمز التخفي، يعني يكون إذا طالع العين يعني يشوفونك، إذا بيها خطوط داير ما دايرها يعني يسمعونك. من هذا؟ تجاهليه. ليه ما هو هناك؟ إنه يبتسم لنا. تيب، عد إلى حيث تنتمي. تيب، أين أنت؟ تجاهليه، نحن منبوذون وهو من القبيلة. ربما لا يحب القبيلة. إنه أحمق إذن. لا، هيا فلنبحث عن المنبوذين. اتبعيني. ليش نبذيهم ذولا؟ ناخذ هاي. هناك، أتريناها؟ تدعى روبوتات سبرايتر. ها، هيا! لماذا أبعدتها؟ لأريك كيف أن بعض الروبوتات تخاف سريعاً إن كشفت وجودك وتهرب. أفضل وسيلة للوصول إليها هي التسلل. لا تقلقي، سنلحق بها عندما نتقدم في الوادي، سترين. اوكي، يعني اكو روبوتات مو عدائية مثل هذا السترايدر، اذا شاف البشر يشرد. خلني شنو الان. اريد العثور على بعض الصخور التي تناسب حجمك. لماذا؟ افعلي ما اقوله يا ايلوي واجمع الصخور، ساريك استخدامها. سيكفي هذا، اتبعيني. اوكي، مثل ما قلت لكم، العلامات الأقواس اللي داير مدار العين توضح الصوت.
قوة الصوت. حس الصوت فول يعني أي واحد داير ما دايرك يسمعك. ها هو القطيع. حسنا هذا وقت إلقاء الصخور. لا تستطيع الصخور إذاء الروبوتات. كلا يمكنها تشتيت انتباهها وسحبها للفخاخ. ذلك المراقب مثلا يجب التعامل معه وإلا سيحذر القطيع فيهرب قبل وصولنا للمدى المناسب. يحذرهم؟ كيف؟ الروبوتات تتواصل سويا يا إيلوي إلا لو تم كتمها في البداية. ابقي هنا في المرتفع عند إشارتي. ألقي الصخور والجذيب المراقب ناحيتي. انتظري إشارتي. أوكي فراح هذاك يا أخي يقول لك أضغط باستمرار. إيلوي ألقي صخرة بقربي. خلي أضرب الصخرة يمنا. حس علي المراقب. قتله. هكذا هيا يا فتاة المكان آمن. احصد الغنائم لأعلمك صنع السهام. جيد جمعت أكوام أضلاع الأخشاب بالفعل. اجعل السيقان لقضبان السهام والقطع المعدنية لرؤوسها. اضغط المسمار وجعلك اوكي. اكس اوكي صار. جيد لن تنضب سهامك ان تعلمت صنع ما تحتاجينه. فلنستخدم هذه السهام. ادعيني. هنا انبطحي في العشب وابقي هادئة. اوكي هسه هذا اللي يسمونه السكرايبر. شلون اصيبه؟ حان الوقت لاول قتل لك يا ابوي. سترايدر من الروبوتات الضعيفة. حتى الروبوت الضعيف يمكنه قتل الصيادة ان كانت مهملة. يجب ان تدرسي فريستك. جلدها سميك لكن طبعا لديها نقاط ضعف. تعينيها. أيمكنك تخمين أخرى؟ أوكي خلنا نشوف. سوي لك سكين. أوكي العلبة على ظهري. أتلك نقطة ضعف؟ أجل كيف عرفتي؟ الجهاز لقد أظهر لي هذا. تلك اللعبة؟ كفي عن العبث. والآن أسقطي ذلك الاسترايدر. استهدف العين أو العلبة على ظهره. وإن اندفع نحوك فتأهبي للدحرجة بعيدا. أوكي ألوان العلبة والبس ألتو. والله واقف. استمري في الضرب. أحسنت اليوم لكن لا يزال أمامك الكثير لتتعلميه. غدا سنتمرن ثانيا. ماذا حدث؟ ذلك الفتى على مسار المحارب. ادعيني إيلوي هيا. خلنا نروح وراء هذا الولد المساي طفر. أعتقد اسمه روتس أو روس ما أعرف ما أتذكر اللي ابتسم لهم. أنا تعبت من يمي. شو وقت نوصل؟ وقع.
مسألة وقت قبل أن تعثر روبوتات على الفتاة وتقتله. إن سددت سأثير ذعرهم وسيدهسون. أرى الطرق التي سيتبعونها. كفي عن الحكايات. لا أفعل، يمكنني التسلل. لن تفعلي. إيلوي. طفرة إيلوي. اوكي هسه لازم ابقى في تحديد الاثر اروان. اوكي هسه هذا ببطء وهدوء. اوكي هذا المسار اللي يمشي عليه الروبوت، يعني نقدر نحدد الاثر. حلو استنى وراح يرجع. الله امشي. اوكي هسه نقدر نعبر. لن اسمح لهم برؤيتي. وين الروبوت الثاني داخل؟ حدد الاثر مالته لهناك. يلا ارجع تاسي. اوكي خلنا نتحرك. يجب ان اكون حذرا. ماكو مراقب هنا بهاي الجهة اعتقد، بس الجهة خلي نطفي منها. علي رؤية مسارتين. اوكي 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 يلا 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 اوكي. ها هو ذا، وصلنا له. انت ها؟ ماذا؟ كيف؟ اتبعني. أوكي. أتعرفين كيف تتجنبيها؟ كيف تفعلين هذا؟ أوكي راح أفعيش أحنا أفعلنا. كيف يمكن هذا؟ خلصنا. إذن هذه ليست لعبة. مهلا الأم العظيمة تبارك الفتاة بورك توما. لقد أنقذتني. لقد أردت فقط. أطبق شفاهك. إنهما منبوذان وهي ليس لها أم. طيح الله حظك. تعال لنعد لقلب الأم. وأنت ابلع.
ما كان على الفتاة أن يكلمنا، هذا ضد القوانين. سنذهب للمنزل، اتبعيني. أعرف الطريق. تنظرت أعرف الطريق. ابتعدي عني يا عديمة الأم. أوكي. تعرض نقاط الوميض لحظات عن الاختيار العاطفي، كيف تعبر إيلوي عن نفسها هو بيدك. يعني أقدر أنا أختار اللي أريده، التعبير اللي أريده أختر. شيف وستواجه إيلوي. خلينا نكمل. أوكي. أسقط صخرتك عليها قلب، سدد نحو رأسه، أسقط الصخرة من يده. وهي عقل وإيد وقلب، يعني نقدر نتحكم. ردة أفعالنا تصير حسب مشاعرنا أو قوتنا أو عقلنا، فإحنا نختار العقل. حتى بعد يا أولاد ابتعدوا عن هناك، ارجعوا لقذف الحبات. أنت تنزفين، سألقي نظرة. ها هي، اثبتي، سأخرجها. لماذا؟ لماذا أنا منبوذة؟ إيلوي، الوقت غير مناسب. من كانت أمي؟ إيلوي، أخبرتك قبلا، ليس لنا معرفة هذا. حينما أحضرتك الجدات الحكيمات إلي كنت وليدة. إذن الحكيمات تعرفني؟ الأمر ليس بسيطا. ولكن هل يعلم؟ إيلوي، نحن منبوذون. كيف أدفعهن إلى إخباري؟ الحكيمات؟ ربما هناك طريقة. إذن أخبرني. ستكون خطيرة. كيف؟ قد تستغرق سنوات من التدريب. لا أهتم، كيف أفعل ذلك؟ أخبرني. الإثبات، طقس المرور السنوي للقبيلة، من يجتازوه يصير محاربين، لكن من يفوز تمن الجدات الحكيمات عليه بعطية. عطية؟ أجل، أياً كان ما يريده الفائز. إذن سأفعلها. مهما كلف سأفوز بالإثبات. فهمت، يجب أن نبدأ إذن. سيكون تدريبك شاقاً. أوكي، راح يدربها. وسيستغرق سنوات. نبدأ التدريب؟ أجل، سأتبعك. أوكي، بدأ التدريب. ضعيفة. كبرت.
طبعا بعد سنوات. صارت خبرة. قبل الإثبات ويخرج من دوني، ما كان ليفعل ذلك؟ أوكي يا شباب، طبعاً كبرت يمكن لأنها كان يزيد دروع الروبوتات باستخدام الار 1. يمكن أيضاً تغلب على الروبوتات الصغيرة باستخدام ار 2 تبغى توصل عنصر خاص. أوكي، هذا كان قتال برا عادي. وهذا شلون الفينش. اوكي، هذا تشيك بوينت حفظ سريع او حفظ يدوي. احنا نسوي حفظ سريع وراح انهي الحلقه الاولى هنا. اذا اردت حلقه ثانيه لا تنسى اللايك والاشتراك، وكتبوا لي بالتعليقات اريد حلقه ثانيه حتى اكمل تختيم.